دي بقى انا عايز منك ايه؟ هؤمر يا باشا. اول ما راوية هانم بعتت لي انا خدت بعضي وجيت لك على طول. هتقدري تعملي اللي انا عايزه ولا لا؟ اللي انت عايزه بزياده. اديها يا راوية اللي هي عايزاه، ولو جبت لي خبر كويس هديكي مبلغ ما كنتيش تحلمي بيه. انا هجيب لك خبر وخبر واحنا بينا فلوس، ده انت كلك لينا يا باشا وخيرك علينا. يلا اتكلي على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سلام يا ست الحبايب. ايه رايك؟ انت واثقه في الست دي؟ جدا. خلي بالك اللي زي دول ما عندهمش حاجه يخسروها، دي ممكن تاكلها بسنانها. عارفه يا راويه، لو ده حصل ما تعرفيش انا ممكن اعمل معاكي ايه. يا عم انا زيك بالظبط، النار اللي في قلبي تجاه البنت دي ملهاش مثيل. دي خدت اعز حد، خدت الغالي، وهو في بعد الغالي غالي يا عمي. لا مفيش يا راويه. ليلى انتي مش جايه لي؟ ماما امسكي يا ست القرف ده، انا ما بشربش سجاير. قرف؟ انتي بتقولي على النعمه قرف؟ اه يا بنت دي ممنوعات، مش هتعرفي تجيبيها تاني. شكرا يا حبيبتي، مش عايزه. ويا ريت انت كمان ما تشربيش عشان انا حامل. ما اشربش؟ اه والله لو حد غيرك انتي اللي بيقولي ما دخنش السيجاره دي كنت دخنته هو ذات نفسه. ليه هي مهمة قوي كده؟ اه السؤال ده يعني مش عارفة، طول عمري بسأل نفسي السؤال ده، ايه أهمية السيجارة عند الإنسان؟ لازم يشربها يعني؟ والنعمة ما أعرف ايه أهميتها، أي حاجة بننفخ فيها همنا وخلاص. ماشي يا ستي. أقول لك إيه يا نجوى؟ أنا بحبك وما بحبكيش تزعلي مني، بس أنا كده عايز أسألك سؤال وخايفة إنك تزعلي. لا اسألي مش هزعل. هو أنت إزاي كده عادي؟ ما عندكيش مشاكل في أي حاجة، قاعدة هنا في المكان ده وبتعرفي تنامي كأن الحكاية عندك عادي قوي. طب ما هي الحكاية عادي. إزاي بقى؟ أنت بنت جدعة وحلوة وبحس أنت بتفهمي وعندك ذوق، ليه عاملة كده في نفسك؟ بصي أنا نصيبي كده، مش هقعد بقى أرغي وأقول لك الدنيا عملت فيا وسوت، لأ أنا اللي رحت للهم برجلي، يبقى استحمل بقى. إزاي بقى؟ اصل انت يا حبيبتي لما بتبقي رايحه للخيبه ما بتبقيش عارفه انها خيبه، بتبقي فاكراها امله، وبعدين هوب تضربي نفسك مليون صرمه. اه والله عندك حق. والخيبه بقى تجر خيبه لحد ما تبقي مستودع الخيبه العالمي. ويسموكي خيبتها. لا يا حبيبتي يسموكي انت، انا ممكن يسموني اداره، كيداهم، حلاوتهم. حلاوتهم. انتوا بتضحكوا على ايه كده؟ اهي دي بقى اكبر خيبه في العنبر. لما بنت انت وهي. يا ست حقك عليا، انا اكبر خيبه في العمر، ما تزعليش. والله العظيم انتوا اتجننتوا. بس اسكتي. بقول لك يا بنتي يا ليلى، قولي انت قتلتيه ازاي؟ قتلته ازاي؟ قتلته بالسكينه. الله، وقطعتيه وحطيتيه في اكياس مش كده؟ ما لحقتش. يا خساره. امال مين بلغ عنك؟ انا. خيبتها. فرحانة قوي، هي اللي بلغت عن نفسها. ليلى شو قلتلك خلي بالك؟ بسيطة. تعالي انت ترى دايس. ما خلاص كده دم واحد. بنت يا نجوى. انا عايزة سجارة. خدي. بجد؟ هم. طب ولعيلي.
عينيا. قلت لك من الاول. طعمها وحش قوي. انت ايش قد السجاير بتشربيها ليه؟